والله الأرقام وين وين راح مبروك المليون. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم شباب. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. Welcome back. 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 حلقة كلش مميزة اليوم وصلنا 1,000,000 مشترك قاعدين صاروا 5 سنين بيكون تفاهم علينا لا ما حط لايك حط لايك هيك ترى هذا مرجيك عليه هذا مين؟ لا انا بكل فيديو ترى شوفه منو؟ صديقي مليون ان شاء الله منها للخامسة والعشرة ان شاء الله اليوم 4 حلقات يا ولد 4 حلقات حلقتين قناة ماينكرافت حلقتين هنا راح تنزل اليوم حلقتنا عن التحديث الجديد مال بوب جي موبايل ما بعرف شو ابدا الحلقة بس صار ما نفذ الاخبار راح لايك اخوة اذا حبيت لايك اخوة ما تسوي اسوي سويها ورقو حط لايك يلا يلا حط لايك خسرت حط لايك ينزلت علي الفنطور جايك جايك روح 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 يا ارتياب روح اشعل يوم يا اومي كنا نتجمع بالسكول ونجمع كل الطاوات الموجودة بالمار لك نبو الطاوة لا نبو الطاوة السلام عليكم اقول لك قول يا الله يا محمد بشرات لا يا الله يقتلني متني يا ولد متني لا حيوان وعسى استحالهم حلقت 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 السلام عليكم راح اشيكم مصطفى حمودي شلون بدا حمودي اليوتيوب اوكي اول ما بلشت اليوتيوب ما كان عندي حاسبه نهائي ما كان عندي اي شيء ما كان عندي ربع يا رجل فلوس بيبسي اخذها من ابويا والحمد لله والشكر ذبيت حيلي بامكانيات حيل بسيطه حاسبه مال اخويا كانت كنت استخدمها يوم بعد يوم اشتريت الحاسبه مال اخويا يوم على يوم اشتريت مايك وكاميرا موجوده بفيديو قديم اشياء حيل بسيطه بديتها ببدايتي الف الحمد لله والشكر لان وصلت الى نبي وصلت المرحله قمت اعتمد على روحي وما احتاج اي احد نهائي ما احتاج حتى
اهلي يا رجل. ليش وصلت لهذه المرحلة؟ لان اعتمدت على روحي ببساطة، ما رحت على غيري يتلهل ساعدني او شيء. اذا تمشي بطريق يا ولد، اذا تمشي بطريق وذبيت بي كل حيلك، الناس راح تجي تساعدك، مو انت راح تشلب بالناس قولهم ساعدوني ساعدوني. اش ما كان بيك يا قلبي انت، اش ما كان بيك من مرض، اش ما كان بيك من صعوبات تواجهها. كل اليوتيوبرز واجهوا صعوبات وتحديات خلتهم يوقفون. God help only those who help themselves. رب العالمين يساعد اللي ساعد نفسه، مو يا باني قاعد وساعدوني ساعدوني وراح تجي الناس تساعدك. لازم انت تساعد روحك، انت اقوى مما تتصور. احب انهي مقولة تقول اللي نهيتها اول مقطع اللي حكيت فيه على نفسي: لكل شخص ناجح بداية مؤلمة، ولكل بداية مؤلمة نهاية ناجحة. تقبل الألم واستعد للنجاح. هذا كذا المقطع، احبكم كل شيء هواي، انتظركم مقطع جديد. ابد ما حد يالي مكلف موت 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 يدعوني حتى درع ما جاي. كل شي ما جاي يا رجل، كل شي ما جاي عوفني بس. ابد ما حد يالي. لك لا 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 ستيوبيد، لا لازم 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 السلام عليكم. لا مستحيل وعدك ماشي. لا 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 قاعد يا ولد بس خوكم اتش بي دقري عبدو، مع السلامه.